حضرتك آه بعد ما بنسولوش السولفرتي والكوفيد يعني تكمل ان شاء الله اللي بدينا من الاسبوع الماضي. اخر شيء ذاك الاسبوع اخذنا السولفنت ان فارماسيوتيكال بريبريشن على اي اساس احنا نختارها. اوكي فقلنا احنا ناخذ مثلا الاعتبار التوكسيسيتي الاستابلتي اند فولاتيلتي. اوكي فاحنا نشوف شنو هو المستقبل مالتنا، شنو الهدف من عنده، شنو المواد اللي لي، وعلى اساسها احنا نختار السولفنت. نجي هسه الى انواع السولفنات اللي موجوده عندنا. اول شيء اهم سولفنت احنا ان فارماسيوتيكال بريبريشنز هو الووتر. ووتر هو يعتبر جود سولفنت فور ان اورجانيك كومباوند. بشكل عام ان اورجانيك كومباوند يذوب بالووتر اسرع واسهل. جود سولفنت فور ان اورجانيك كومباوند اند سم اورجانيك كومباوند. الووتر عنده مسبلتي جدا عاليه with الكحول. فهاي خاصية أيضا تسهل علينا تحضير another pharmaceutical preparations اللي فيها water soluble أو alcohol soluble materials. فإذا كان عندي بالتحضير water soluble أو alcohol soluble materials ممكن إنه أستخدم hydro alcohol solution حتى جزء يذوب المواد يعني الووتر سوليبل وجزء يذوب المواد اللي هي الكحول سوليبل. فاحنا اول خيار لنا كسولفنت هو الووتر اللي هو سيف نون توكسيك نون فولاتايل يعني في كل الصفات لكن مرات ما نقدر نستخدمه. السولفنت الثاني هو الكحول عندنا اثل الكحول ايثانول اللي التركيز مالته 94 إلى 96%. It is good solvent for many organic materials. الكحول احنا مثل ما نعرفه هو good solvent للorganic materials both natural and synthetic. سواء natural أو synthetic فهو good solvent لها. أيضا هو good solvent for compounds in plant. يعني أي استخلصها من البلانت فهي تعتبر أيضا دائما نستخدم الكحول هو ك good solvent. مثلا عندنا يذوب الفولاتايل اويل، فيكس اويل، جلايكوسايد، الكالويد، هاي صور في النباتات والعقاقير. اوكي؟ الكحول اضافة الى انه هو بريزرفيتيف ايضا ممكن انه يعمل اضافة الى انه هو سولفنت هو ايضا يعمل كبريزرفيتيف. فدائما المستحضر برودكت مالتنا اللي فيه كحول يكون ما يحتاج بريزرفيتيف. لأن هو الكحول يشتغل كسولفنت وكبريزرفيتيف نفس الوقت. لذلك البرودكت اللي فيها كحول يكون مور ستيبل than that containing water. Hydroalcoholic liquids are commonly used as a solvent for plant constituent because the efficacy or absorb the active principles by their negative solvent action. لكن طبعا الكحول كل شيء يذوب بالنسبه للبلانت ما يذوب الجم اند ستارش. الكحول is frequently used with other solvents. طبعا الكحول قلنا هسه ممكن نستخدمه ويا الواتر لانه مسكه. ايضا نقدر نستخدمه ويا another solvent مثل الجلايكوز اند الجليسرين. ممكن انه ندمج الكحول ويا الجليسرين او ويا الجلايكوز. همين اكو good municipality between them. نجي نقول هو شنو الفائدة؟ ليش بدنا ندمج الكحول ويا الجليسرين أو ويا الجلايكول؟ احنا دائما البرودكت مالتنا خاصة الأورالي نحاول قدر الإمكان إنه تكون كمية الكحول من قليلة. يعني البيشن دا ياخذها. فبهاي الحالة طلاب لازم أكو نسب معينة هي تحكمنا. يعني الأطفال لازم هنقد نسبة كحول أقل شيء. الكبار هنقد وهكذا. فش قد ما قللنا نسبة الكحول كل ما أحسن، فشلون نقللها؟ نقللها إنه ندمج وياها الجلايكول أو الجليسرين، يعوضنا عن الكحول اللي ينفقد، ولأن الكحول مثل ما تعرفون إلى سايد إفكت فارماكولوجيكال سايد إفكت توكسيك إفكت، ما نقدر يعني نكثر من عنده هواية،
بالنسبة للأورالي. أوكي؟ فلذلك for OTC oral product intended for children functional OTC drug over the counter drug يعني تنصرف بدون وصفة. فهذه الأدوية تنصرف بدون وصفة بالنسبة للأطفال تحت عمر 6 سنوات لازم تكون نسبة الكحول بها 0.5% نص بالمية. هاي بالنسبة لجواز السنوات من 6 إلى 12 سنة شبيه 5% فوق ال 12 سنة وبالنسبة للأدلت راح تكون شقد النسبة 10%. هذه النسب لازم ما نتجاوزها بالنسبة إلى الكحول. نجي إلى another solvent هو diluted alcohol. diluted alcohol النسبة مالته 49 إلى 50%، يعني جايبين كميات متساوية 50 مول كحول 50% ووتر ودارجينهم سوبر. فهذا نسميه diluted alcohol، هذا أو hydro alcoholic solvent. هذا الهيدرو الكحولي solvent أو diluted alcohol يعتبر good solvent for product containing water soluble and alcohol soluble materials. هذه الدليل. تجي إلى dehydrated alcohol. dehydrated alcohol كله هذا مو بالواتر نهائيا، نسميه absolute alcohol يعني كحول مطلق ما بالواتر. نسبته 99.5%. اوكي؟ هذا طبعا يعني كحول خالص يعتبر very good solvent for many organic materials. لكن ما نقدر نستخدمه وحده. اوكي؟ الا solvent power جدا عالية. نجي الى نوع اخر ان الايزوبروبيل الكحول. الايزوبروبيل الكحول طلاب هو good solvent for cosmetics and dermatologic formulation. نستخدم أكثر شيء هذا الأيزوبروبيل الكحول إكسترنال للكوزمتكس و المستحضرات الدرماتولوجية الجلدية. نجي إلى الجليسرين. شايفين الجليسرين طلاب بالمختبر ما أعرف إذا اشتغلتوا عليه أو لا. الجليسرين هو ليكويد فيسكس يكون مزج يكون ثخين مثل السيرب. أوكي؟ ويكون طعمه حلو سويتد. فالجليسرين is a clear syrup liquid with a sweet taste. It is visible with both water and alcohol. يعني ما عنده مشكلة يمتزج ويا الواتر يمتزج ويا الكحول ما عنده أي مشكلة فممكن أستخدمه ويا الواتر ممكن أستخدمه ويا الكحول. As a solvent it is incomparable with alcohol but because its viscosity solutes are slowly soluble in it unless rendered less viscous by heating. إذا إحنا كنا الفسفاسيتي مالته عالية فلذلك الذوبانية بتكون أقل مثل أقل من الذوبانية بالواتر أو من الكحول. الفسفاسيتي مالته عالية فشوية راح يتشلب بالسوليوت فترة أطول يعني يطول يلا يذوب هو راح يذوب بس يطول ياخد فترة أطول. أوكي؟ ما لم إنه نقلل الفسفاسيتي شلون نقللها؟ إنه نسوي لها هيتنج نرفع درجة الحرارة. من ترفع درجة الحرارة معناته راح يصير يعني سائل عادي في الماء وممكن انه يصير بالإذابة أسرع. الجليسرين has a preservative quality and often is used as stabilizer and as auxiliary solvent in conjunction with water or alcohol. أيضا الجليسرين له أيضا preservative effect مثل الكحول. فأيضا البرودكت اللي فيه جليسرين راح يكون محتاج انه يضيف البريزرفتيف، هو اصلا يشتغل كبريزرفتيف. اوكي؟ وستابلايزر، يعني بريفنت جروث اوف مايكرو اورجانيزم، بريفنت كيميكال اند فيزيكال تشينجز، فإله فوائد اضافه الى انه هو سولفنت. It's used in many internal preparations, it's excellent solvent for يعتبر هو good solvent او excellent solvent for tannins, phenol and boric acid. propylene glycol propylene glycol ايضا يكون viscous مثل الجليسرين يكون لزج viscosity ما تكون عالية it is viscous liquid is visible with water and alcohol. propylene glycol طلاب ايضا يعني تلاحظون الصفات مالته يشبه الجليسرين ايضا visible ويا الواتر visible ويا الكحول يكون viscous فلذلك مرات اذا ما في جليسرين يستعيدون انه
propylene glycol. Another solvent, we have polyethylene glycol. بنعمل polyethylene glycol بهواي بريدات ب 400 polyethylene glycol 400 ب 600 ب 6000 وبعد اكثر من. كل واحد له خواصه. ال 400 يكون ليكويد فلذلك احنا نستخدمها كسولفنت. ال 600 وال 6000 وهذه لا تبدي شويه تصير سوليد. اوكي؟ شنو هاي الارقام؟ نعم شنو هاي الارقام؟ هاي الارقام تمثل المولكيولر ويت بريدات. فهسه نجي البولياثيلين جلايكول 400 اتس ميسبل ويز ووتر اسيتون اند الكحول ديزولف من ووتر سوليبل اورجانيك كومباوند اند كونتين ووتر سوليبل سبستانسز اند اسيتيل ساليسيليك اسيد. المواد اللي ذوبها هي الاسيتيل ساليسيليك اسيد والثيافيلين. نجي الى الكلوروفورم. كلوروفورم هو ايضا ميسبل ويز الكحول ايثر هكزين بنزين. هذه الكلوروفورم مسبب ويا دول السولفنت. اوكي؟ لكن بالووتر ممكن انه يذوب بالووتر او يمتزج ويا الووتر بنسبة 1 إلى 210. يعني 1 فوليوم من الكلوروفورم يحتاج 210 فوليوم اوف ووتر حتى يمتزجون سوا. لكن احنا ما نستخدمه هنا استخدامه قليل لانه البيبر مالته يكون هانفول اند توكسيك. نجي هسه بنلعب الى الى الاوفيشال سوليوشنز. شو هي الاوفيشال سوليوشنز؟ يعني شنو اوفيشال سوليوشن؟ هي رسمية رئيسية. بالضبط، يعني هي موجودة بالفارماكوبيا، موجودة بالدساتير الأدوية على مرتب الرسمية. احنا عندنا بريتش فارماكوبيا وعندنا يو اس بي، يونايتد ستيت فارماكوبيا. فاكو سوليوشنز موجودة ومثبتة طريقة تحضيرها، التراكيز مالتها موجودة بدساتير الأدوية. فنجي إلى تعريف الـ Official Solutions. Official Solutions are liquid preparations that contain one or more soluble chemical substances dissolved in liquid solvents. Okay? The solvent used in preparing the official solutions عادة هو الواتر. يهم انه هي اورلي تستخدم فالواتر هو راح يكون بالدرجه الاساس واكو قسم من عندها السولفنت مالته يكون كحول او جليسرين لكن اكثر شيء بالدرجه الاساسيه هو الواتر. نجي الى استعمالاتها شنو استخدامات الاوفيشال سوليوشنز. اول شيء فور سبيسيفيك ثيرابيوتيك افكت انترنالي او اكسترنالي يعني قسم من عندها الها ثيرابيوتيك افكت يعني بيها اكتف كونستيتون بيها ثيرابيوتيك افكت فنستخدمها internally أو externally. Number two, used as an ingredient in compounding the prescription or in the formation of other official preparation. أو نستخدمها مثلا إنه نحضر بها البرسكريبشن. يعني نحضر بها وصفة ثانية، يعني هو نفس هذا ناخذه ونذوب به مواد أخرى ونحضر به وصفة ثانية. نستخدم كريجنت in various processes, solvent for a certain substances. وايضا ممكن انه يستخدم ككلرنج ايجنت يعني محضر هو وكامل بس نضيف من عنده كميات معينه بس مجرد حتى نعطي لون للبرودكت مالتنا. Preparation of solution طبعا احنا طلاب solutions for pharmaceutical use بشكل عام هي تكون تكون unsaturated يعني المحلول المحضرة عادة احنا ما نحضر ما عندنا محلول نحضرة ساتوريتد بالفارماسيكال بريبريشنز دائما يكون ان ساتوريتد. ليش؟ لان احنا محكومين بالجرعة بالدوز مالت البيشنت فاذا الدوز مالته مثلا 30% زين فانا ما اقدر اتجاوز اسوي له سوليوشن 40 او 50 او 60% زين فعادة عادة هي تكون السوليوشنز تكون ان ساتوريتد بشكل عام. نجي هسه احنا بنحضر سوليوشن معين شلون نعبر عن الكونسنتريشن مالته. اكو هواي طرق نعبر فيها عن الكونسنتريشن منها اللي اخذناها بالفارماسيكال كالكوليشن المرحله الاولى طريقه البرسنتج وطريقه الريشيو سترينث. فطريقه الريشيو سترينث عاده طلاب نستخدمها اذا كان اذا كان مالتنا المحلول فيري ديليوتد فنستخدم الريشيو.
بنشوفوا أرقام عالية بين الهيموجلوبين ريشيو مالتها هذا 1 إلى 10,000 أو 1 إلى 50,000 وهكذا. زين؟ وبالنسبة للبرسنتج لا نستخدم التراكيز العالية والقليلة ما في مشكلة. أوكي؟ فالبرسنتج طلاب كان عندنا إحنا بيرسنت ويت باي فوليوم، فوليوم باي فوليوم، أند ويت باي ويت. وشنو نقول ويت باي فوليوم؟ يعني شنو؟ معناته number of gram of solutes in 100 ml of solution. التراكيز المخففة الرش أصلاً. أوكي؟ فبنقول volume by volume يعني number of milliliters of solute in 100 ml of solution. وعندنا الweight by weight يكون number of gram of solute in 100 gram of solution. أما بالنسبة للرشيو سترينث مثلا نقول 1 إلى 1000 يعني شنو؟ يعني 1 جرام of solute in 1000 mol of solution. هاي إذا كانت weight by volume. فإذا إحنا نعبر عن الconcentration يا أما بالpercentage أو بالratio strength. solvents required are extended time to dissolve. يعني احنا مو دائما عملية الإذابة عندنا سهلة مثل ما قلنا، مرات اكو أدوية ما تذوب بسهولة، فبهاي الحالة لازم احنا نسرع من عملية السوليبولتي، وهذه ذكرناها يا اما انه نزيد الحرارة apply heat، او انه نقلل البارتكل سايز، او انه نستخدم solubilizing agent، أو إنه نسوي vigorous shaking أو vigorous agitation. ماشي؟ نسوي vigorous agitation فحتى نزيد solubility. بلا كلام يعني طلاب. حتى نزيد solubility. زين. إحنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة إحنا عندنا نوعين من التفاعلات بالنسبة للsolubility. عندنا exothermic وendothermic. الإكزوثيرميك من العقل الاندوثيرميك اول شيء نحكي بالاندوثيرميك اذا رفعنا الحراره شو يصير؟ تزداد لانه هو كعمليه اذابه تحتاج الى طاقه حتى تذوب السوليوت السولفنت. هاي بالنسبه للاندوثيرميك. اذا most chemical agents are more soluble at elevated temperature than at room temperature or below that because an endothermic reaction between the solid and solvent uses the energy of heat to enhance the solution. The pharmacist, طبعا احنا كفارماسيست احنا نقول راح نصعد درجه الحراره حتى نزيد الاذابه، لكن الى اي مدى نصعدها؟ ما نصعد بكيفنا، يعني اكو حدود معينه لدرجه الحراره، لازم مثلا اكو مينيمم temperature ما نتعداها. فهذه ليش؟ لانه احنا نريد نزيد السوليبولتي. اذا زيدنا الحراره اكثر من اللازم راح يصير ديكومبوزيشن للماده بالسوليد او بالدراج مالتها اللي يتحلل، يصير ديكومبوزيشن، يصير ديتيريوريشن للكومباوند مالتها. فبهاي الحاله اكو مستفاده انه رفعت درجه الحراره لزيدت السوليبولتي وبنفس الوقت صار عندي ديكومبوزيشن بالدراج مالتنا. إذا احنا ما نزيد حرارة كيفنا، اكو حدود معينة نوصلها بكل دراج طبعا بالنسبة لدرجة الحرارة. أيضا إذا كان عندنا فولتايل سوليوت وفولتايل سولفنت أيضا ما أقدر أستخدم درجات الحرارة العالية حتى أذوب السوليوت، لأنه راح يتبخر عندي السولفنت أو هو السوليوت نفسه راح يبدأ يتبخر، فما راح استفاد بهاي الحالة من زيادة درجة الحرارة. Pharmacists are aware that a certain chemical agent, particularly calcium salts, undergo exothermic reaction as they dissolve and give off heat. For such materials, the use of heat will actually discourage the formation of the solution. بالنسبة للإكزوثيرميك ريأكشن القصة مختلفة. كل ما نزيد درجة الحرارة شو تصير السوليبولتي؟ تقل،
لان هو اصلا هو ما بيقدر ما بيتفاعلون بيقدر حراره فراح تبقي سوليبلتي تقل. فبهاي الحاله لازم نعرف احنا التفاعل مالتنا هو اكزوثيرميك لو اندوثيرميك. طبعا مثال عليها هي الكالسيوم صوت اللي هي تعطينا اكزوثيرميك رياكشن. The best pharmaceutical example of this type of chemical is calcium, the calcium hydroxide, which is used in the preparation of calcium hydroxide topical solution. In addition to or instead of rising the temperature of the solvent to increase the rate of solution, pharmacists may choose to decrease the particle size of solvent. إذا طلاب إحنا هسه قلنا إنه الحرارة ما نقدر نستخدمها دائما. فبهاي الحالة لازم نستخدم شيء بديل اللي حتى زين السوليبلتي. فنجي الشيء الثاني البديل إنه نقلل البارتيكل سايز. فإذا كان سمول سكيل نستخدم المورتر أند بيسل نطحنة الدراج مالتنا فراح نزيد السوليبلتي مالته. وإذا لارج سكيل نستخدم أجهزة كبيرة مثل مايكرونايزر فور لارج سكيل. نقلل البارتيكل سايز حتى زيد السوليبلتي. نجي هسه راح نقسم السوليوشن according to the method of preparation. اقسم حسب طريقة التحضير او حسب طريقة التحضير according to the method of preparation. عندنا اول شيء solution prepared by simple solution. Solution prepared by chemical reaction. Solution prepared by simple solution with sterilization. And solution prepared by extraction. هاي كلها طرق الصور ايضا ماخذيها بالحسابات سيدلانية من المختبر. Simple solution تذكرون شلون شلون نحضر simple solution. Solution prepared by simple solution شلون شلون نحضرها؟ شلون؟ نذوب شلون؟ ثلاث ارباع الفوليوم. إذا تذكرون الوصفة شنو ناخذ ثلاث ارباع الفوليوم نذوب السوليوت وبعدين وراها إذا عندنا سوائل نظيفة وبعدين نكمل الحجم. هاي هي طريقة جدا سهلة وبسيطة. فلذلك احنا نقول the first method is اللي هي solution prepared by simple solution تعتبر هي easiest method والطريقة المفضلة في تحضير solutions. Sometimes if the solution could be prepared by simple solution and chemical reaction مرات ممكن انه يتحضر بالطريقتين simple solution and chemical reaction. لكن احنا شو راح نفضل؟ نفضل simple solution نفضل الاسهل مو؟ السمبل سوليوشن راح يكون مفضل عندنا. ليش؟ because the chemical reaction is not easy method. It involves using of the agent resulting in many compounds have to be purified. ليش احنا بنسوي الكيميكال ريأكشن؟ لان الكيميكال ريأكشن طلاب هي طريقة مو سهلة لان راح يطلع عندنا برودكت اكثر من واحد وانا اريد واحد من عندهم بس. فلازم اضطر انه نسوي purification حتى نستبعد البرودكت اللي بريده وناخذ البرودكت اللي بريده. لذلك احنا نستسهل طريقة السمبل سوليوشن. However, there is still some substances can be formed solution by both simple solution method and chemical reaction. مثال على مادة تتحضر بالsimple solution وبالchemical reaction هي calcium hydroxide. اللي هي lime water. كالسيوم هيدروكسيد نحضره بطريقة simple solution انه نجيب الباودر مالت الصوديوم هيدروكسيد ونذوبه بالواتر وصار simple solution. وطريقة الكيميكال رياكشن انه نجيب الكالسيوم اوكسيد ونفاعله ويا الواتر راح يطلع عندنا كالسيوم هيدروكسيد. فبهاي الحالة يتحضر بالطريقتين. Although simple solution method is preferred, sometimes chemical reaction has to be chosen for the following reasons. إذا إحنا مرات نكون مضطرين إنه نستخدم الكيميكال، يعني إحنا إذا علينا على اختيارنا نستخدم simple solution. لكن أكو مرات شغلات تحددنا إنه ما نقدر نستخدم simple solution، لازم نستخدم الكيميكال reaction. إيش وقت؟ Number one. The pure solute may not dissolve from solid state in other way than chemical reaction. Example, aluminium subacetate. إذا كانت المادة solute خليها بالووتر مذوب. يعني مذوب بطريقة simple solution مثل ما تتحضر.
لازم انك طريقه الكيميكال رياكشن يلا تدور. احنا الماده لازم تكون قد دايره بالنهايه، فلازم هاي الحاله راح نستخدم الكيميكال رياكشن. مثلا الالومنيوم سب اسيتيت اللي يستخدم تريتمنت اوف اكزيما. الحاله الثانيه نعم بارده يقللوا من يعرف الطريقه الثانيه طلاب الاكتيف كونستيتيوانت از نوت اوبتيند اور نوت ريدلي يوزابل ان ا فورم اوف اذر ذات اوف سوليوشن مثل الفورمالديهايد سوليوشن. اذا الحاله الثانيه اللي لازم استخدم فيها الكيميكال رياكشن اللي هو الماده اللي اريدها الاكتيف سوليوت هي ما موجوده الا ورا التفاعل، يعني تفاعل مادتين يلا ينتج عندي الماده اللي اريدها السوليوت، فلذلك لازم استخدم في هاي الحاله الكيميكال رياكشن. او مثلا عندنا الهيدروجين بيروكسايد هو مثال عليها. هيدروجين بيروكسايد يستخدم كانتي انفكتيف نزل to clean the wounds نضخم به الجروح اوكي، وايضا تستخدم نذوب بها الواكس مالت الاذن عشان الاذن ايضا، فهاي ايضا لازم نحضرها بطريقه الكيميكال رياكشن. الحالة الثالثة انه احنا لازم نسوي كيميكال رياكشن لانه احد البرودكت الباي برودكت احنا نريده موجود بالبرودكت مالتنا، فلذلك لازم نسوي كيميكال رياكشن. نجي هسه هنا على امثله على سوليوشن بريبيرد باي سمبل سوليوشن. امثله على سوليوشن بريبيرد باي سمبل سوليوشن عندنا مثلا الامارات سوليوشن يو اس بي 1%. الامارات اتصور حضرتوه ولا راح تحضروه بالمختبر؟ حضرتوه امارات؟ بعد الامارات سوليوشن طلاب بريبيرد باي ديزولفينج امارات ان بيوريفايد ووتر. It is used as coloring agent يعني هي الماده الامارات الباودر وذوبوها بالووتر يصير عبارة عن سوليوشن لون أحمر، هذا استخدامه يستخدم كالوريك إيجنت، يعني إحنا السوليوشن اللي نحضره حتى البيشنت يشربه لازم يكون أتراكتيف بالنسبة للبيشنت، يعني كلون لون مالته مقبول، الطعم مالته يكون مقبول، أوكي؟ فدائما يستخدمون يعني خاصة بالنسبة للأطفال يعني تجذبهم يعني هاي الأشياء. فنستخدم الامرنت سوليوشن كالورينج ايجنت. ايضا عندنا مثال اخر جينشن فايوليت سوليوشن، هذا البنفسجي يصير اللي هو جينشن فايوليت هو يتحضر 10% الكحول، يستخدم كانتي انفكتيف يعني كمعقب ماده معقمه وانتي فانجال بنفس الوقت يعني مضاده للبطاريات. ايضا يحضر باي سمبل سوليوشن مثال نعم شايفين هذا الضوء الاحمر يستخدمه بالتعقيم مالت الجروح والعمليات، هو هذا ايوديني سوليوشن. اذا نستخدم انتي انفكتيف فور سكين اند سيرجيكال ديسانفكتنت. عندنا ايضا التونر بيت سوليوشن هذا انتي فانجر يستخدم مضاد للفطريات، سوليوشن موجود يعني جاهز في الصيدليات. ايضا عندنا كليندامايسين فور سكين توبيكال سوليوشن، كليندامايسين يستخدم بالاكني أكني بالدارس. نيجي ناخذ أمثلة على solutions prepared by extraction. تحضر من extraction. مثلا عندنا الإبريفرين solution. إبريفرين solution طلاب اللي هو أدرينالين كلورايد ديلوتد 1:1000 من purified water. طبعا هذا يستخدم كفازوكونستريكتر يسوي هايبرتنشن وشوية زيت بلاد برشر ويقلل من الهيمارج ويسوي برولونج للأنستيك افكت
فشي حالي اطباء الاسنان انه اذا يستخدمه ويا اللوكال انستيك راح يطول الفتره اللي يبقى بيها تاثير اللوكال انستيك. اذا استخدم هو بازو كونستركتر نجي الى امثله على سوليوشنز بريبيرد باي سيمبل سوليوشن اوف ستيريلايزيشن. طبعا مبينه شنو يطال على يستخدم سيمبل سوليوشن اوف ستيريلايزيشن هي الانجكشنز بشكل عام لان لازم تكون ستيريلايز او الانتي كوغولنت. انتي كوغولنت مثلا عندنا الهيبارين سوليوشن. هيبارين سوليوشن يو اس بي هو ستيرايل سوليوشن ايضا اوف 75 الف يونت اوف صوديوم هيبارين وصوديوم كلورايد انجكشن. ايضا عندنا ايضا انتي كوغولنت عندنا ستريت فوسفيت اكستروز سوليوشن. نجي الى الاوريجيتنج سوليوشنز. اوريجيتنج سوليوشنز ات از يوز to flush or bath food for surgical tissues. طبعا هاي نستخدمها عادة بالجروح بالحروق يغسلون بها المكان مال التشو. هذه irrigating solutions يغسلون بها فلذلك لازم تكون سترايل لان راح تكون direct contact with the sensitive tissue يعني هو اصلا الجلد ملتهب وحساس فلازم المادة اللي نستخدمها تكون سترايل. لكم مقاعة تقلة فلازم المادة تكون سترايل. ايضا عندنا امينو اسيتيك اسيد ستيرايل سوليوشن. ات كونسيست فروم ستيرايل سوليوشن اوف 1.5% امينو اسيتيك اسيد ان ووتر فور انجكشن. ايضا هاي يستخدم ايضا في حاله السيرجيكال اوبريشن خاصه مثلا جماعه البروستكتومي. نجي الى الفيزيولوجيك سوليوشنز رينجر سوليوشن. شايفين المغذيات اكو نوع من انواع المغذيات اسمه رينجر. نعم اي اكو عندنا الرينجر طلاب ما فيها من بالاول بالدكه. الرينجر هو يتكون من صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد وكالسيوم كلورايد لذلك مرات يسموه تراي كلوريك سوليوشن يعني ثلاثة كلورايد. ايضا هذا الرينجر ممكن انه نستخدمه بالغسل ايضا و irrigating and physiologic solution. These are solvent for compound used topically to delicate membrane. نجي هسه ممكن انه هسه احنا صنفنا السوليوشن according to the method of preparation قلنا حسب الطريقه وصنفناها الى اربع اقسام. هسه according to the pharmaceutical use حسب الاستخدام ممكن انه نصنفها الى oral solution, ophthalmic solution, otic and nasal solution, topical solution and parenteral solution. هاي حسب طريقه الاستخدام ممكن انه نصنفها. According to their composition اكو تصنيف اخر حسب الكومبوزيشن مالتها. اول شيء عندنا السيرب وهذا اللي يهمنا يعني احنا حسب الكومبوزيشن. عندنا السيرب طلاب السيرب مثل ما تعرفون هو اقوية سوليوشن كونتينينج شوجر. اوكي النوع الثاني الكزير. الكزير هو سويتند هايدرو الكحوليك سوليوشن يعني ايضا هو حلو يصير فيه شوجر لكن بيه كحول. يعني هسه فرق السيرة عن الالكسير انه هو اصلا كحول. نجي الى السبريت. السبريت هو solution of aromatic material. السبريت هو aromatic material مذوبينها بالكحول. اذا السبريت ما فيه ووتر. اوكي؟ aromatic water. الاروماتيك ووتر هي aromatic material and water. اذا شو الفرق بين الاروماتيك ووتر والسبريت؟ بها ووتر. بالضبط. بالنسبة للسولفنت كحول والاروماتيك ووتر السولفنت هو ووتر. ايضا عندنا تنكشرز اور فلويد اكستراكت بريبيرد باي اكستراكتنج اكتيف كونستيتوينت فروم فود اطلاق. نجي الى الاورال سوليوشنز. موست سوليوشنز انتندد فور اورال ادمنستريشن كونتين فلافرنت كالورنت تو ميك ذا ميديكيشن مور اتراكتيف ار بلاكابو. يعني هسه كل ساعة
سألنا عندي هذا الحكي أقول إنه هو الأورال سولوجن لازم بكلرينج ايجنت وبفلافرينج ايجنت حتى يتقبل البيشنت يكون مور أتراكتيف بالنسبة له. إضافة إلى هذه المادتين الأدتيف لازم شو يكون عندنا؟ لازم يكون عندنا ستابلايزر نضيف لي لأنه هو سولوجن فممكن إنه بسهولة يصير فيزيكال أند كيميكال أند ستيبلتي. فلازم شنو عندنا؟ ستابلايزر ولازم حتى بريزرفيتيف نضيفه تو بريفنت ذا جروث اوف مايكرو أورجانيزم. The formulation pharmacist must be away, must be worried of chemical interaction between the various components of solution that may alter the preparation, stability and or potency. فإذا هو الصيدلي الباحث اللي يبحث واللي يحضر هذه المحاليل لازم يكون عنده معرفة بالchemical والphysical characteristics للمواد اللي يشتغل بيها حتى ما يصير عندنا incompatibility between them. Example مثلا عندنا الإستر of parahydroxybenzoic acid frequently used as a preservative. هاي المادة اللي هي parahydroxybenzoic acid هي تستخدم كpreservative لكن ويا مواد معينة ممكن إنه تتفاعل وتعطينا volatile materials أو volatile oils تتحول إلى volatile oils. طبعا راح تتحول إلى volatile oils راح تقل فعاليتها كبريزرفاتيف. إذا وصلنا إلى حالة من الأنستيبولتي. فلذلك لازم أعرف إذا كان عندي هذه المادة البارهيدروكسيبنزويك أسيد أعرف إنه المادة اللي ضفتها وياها تتفاعل وياها أو ممكن إنه تحولها إلى فولتايل أويلز حتى ما نفقد خاصيتها كبريزرفاتيف. دراي ميكستشر فور سوليوشنز نجي اكو دراي ميكستشر فور سوليوشنز هنا شنو نقصد بيها؟ نقصد بيها الانتيبايوتيك. الانتيبايوتيك اللي موجوده بالصيدليات بشكل باودر وبعدين احنا للبيشنت هو يحلها بالمي ويحولها الى سوليوشن او الى سسبنشن وياخذها. هاي نسميها دراي ميكستشر اوف سوليوشن. A number of medicinal agents particularly antibiotic نعم حاسبين antibiotic for example مثل عندنا penicillin B have insufficient stability in aqueous solution to meet the extended shelf life. فطلابه احنا يعني هي ليش هذه موجودة بشكل powder يعني بالصيدلية ليش؟ لأنه الستيبلتي مالتها قليلة كلش يعني بحيث احنا من نعطيها للبيشنت هو مريض راح يستخدمها نقول له اسبوع ماكسيموم اسبوع ماكسيموم اسبوعين اسبوع الى اسبوعين وهذا بعد يذبل لأنه ما دام حل بالمي الستيبلتي مالته راح تبقى من اسبوع الى اسبوعين فهو انا ستيبل لذلك احنا نخليه بشكل باودر من يحتاج البيشنت يلا يحله بالووتر. اوكي فاحنا لازم نعلمه البيشنت ونقول له انه خلصت فتره الاسبوع مثلا مالت العلاج مالتك اللي يبقى منه الذبه اللي بعد ما في اي فائده. هسه وصلنا الى الاورال سوليوشنز. The pharmacist may be called on dispense commercial prepared oral solution. إذا هو pharmacist يعني واجباته الأشياء اللي عليه هو طبعا يصرف الدواء اللي موجود عنده بالصيدلية. الحالة الثانية إنه التخفيف يسوي dilution يعني مثلا مرات أكو محلول موجود بتركيز يعني هو مناسب للأدلت والطبيب يطلب عنده تركيز أقل فلازم يحضر يعشر يحضر التركيز الأقل من عنده. Also, a prepared solution by reconstituting the dry powder mixture or by أو مثلا يعلم أيضا البيشنت شلون يستخدم يعلم البيشنت أيضا طلاب يعني شلون إنه هو يحل الباودر بالماء وش وقت يستخدمه وش وقت يعوضه.
أيضا طلاب الفارماسيست لازم يكون عنده علم ودراية بطبيعة solubility وstability مثل ما قلنا of solute and solvent with each other أو ويا مواد أخرى، لأنه أنت راح تتعرض إلى أسئلة بالصيدلية مثلا يجي يقول لك يصير هذا الدواء أخذه ويا الحليب، يصير هذا الدواء أخذه ويا العصير أو ويا فلان سائل، فلازم تعرف شو تجاوبه. إنه مرات يكون أنا stability يصير ومرات يكون عادي ما في مشكلة، هسه مو أكو أوبرتون خبر أصلا ويا الحليب وفي الشرب، هاي ما بيها مشكلة. بس مثلا antibiotic syrup ما نقدر، لأن أكو الستيبوليتي راح تصير عندنا، فلازم الفارماسيست يكون عنده علم بهاي الأمور. نعم؟ يعني خلصنا احنا. هسه وصلنا إلى الأورال ريهايدريشن سوليوشن، هاي محاضرة باكر نص ساعة إن شاء الله. هسه خلصت محاضرتنا اليوم، انتم سجلتوا خطوات؟ ولا؟